صمود الأمازيغ عبر القرون. صمود الأمازيغ عبر القرون غزا النجرات وراع النجوم. وكم أزعجوا نائبات الليالي، وكم دوخوا المستبد الظلوم. سلو تبرية يذكر تبريوس تكشر ناس يوالي الهجوم. ثمان سنين يسارع روما فدق المصامر في نعش روما. وقالوا أراديون بالكاف أودى هل الموت عيسى تدار الكلومة؟ وهذا أغسطينس بالاعترافات سانتو كريستوف. وهذا أغسطينس بالاعترافات حجم عبر الزمان الهمومة. وأسقفونة أصبح قديس قرطاجة مبث فيها العلومة. وكان أغسطينس فخر البلاد، وكان بها الفيلسوف العظيم. دعوما سينيسا يردد صبانا، ذروه يخلد زكية دمانا. وخلوا صفاكس يحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهان، وكيف قضى نحبه ما سينيسا بجامة لم يرض فيها الهوان. وكم ساوموه فثار إباء وأقسم أن لا يعيش شبانا. وألهمه الحب نيل المعالي وقد كان مثلي يهوى الحسان. ومن صنعت روحه سوفتيسيا جدير بأن يتحدى الزمان. تغذيه حبا وفنا وعلما، وتنبيه ما قد يكون وكان. فجاء يا غرفة على هديه بحكم الجماهير يحشي الأمانة. وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها؟ فهز الكيانة. وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها؟ فهز الكيانة. ووحد سرتا بأعطاف كاف وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. أولئك آباؤنا منذ عيسى. معاوية على الخلافة بالمشرق. تحولت الدعوة الإسلامية إلى حروب وغزوات من أجل تحصيل الغنائم والسبي ونهب أموال الناس. وازداد طلب خلفاء بني أمية في دمشق على الجوار والعبيد ومختلف الغنائم. فتم إرسال عدد من حملات الغزو الأموي إلى شمال إفريقيا والتي لا علاقة لها بنشر الدين الإسلامي، وكانت بقيادة أكثر القادة الأمويين همجية ودموية أمثال موسى بن نصير وحسان بن النعمان الذي هزمته الملكة الأمازيغية ديهية، وعقبة بن نافع الذي قتله التائر الأمازيغي أكسيل المعروف في كتب التاريخ العربية باسم كسيلة. ولكن لماذا؟ بونسوار ا توتي اي توس. الوغ راح نسهروا شويه، كنتوا تسمعوا في ماضينا تاع جدادنا بيان سور. ممكن بعض بزاف الناس اللي ماهوش عاجبهم الحال، بصح لا غالبا لا فيغيتي سي ريان كو لا فيغيتي، حاجه ما تنفع الا الصح. ماكيي دير الماكياج، اكذب، دير واش بغيت، مي راهو الصح هو الصح. فوالا تعلمنا حنا لا فيغيتي هي لا فيغيتي. قبل ما نبدا نتكلم دوكا تكلموني من مدينه خنشله وقالوا لي بلي
اولياء التلاميذ مازالوا لحد الان الساعه نتاع العشيه 9 نتاع الليل وهما في مكتب مدير التربيه على جال البروبليم نتاع ليكول اللي قفلها في خنشلة ورس ولا المستقبل ولا المستقبل ورس المستقبل فوالا دونك بزاف ناس جمعيات تضامنوا مع اولياء التلاميذ اللي يصروا على اعاده فتح لهذا المدرسه الذي اغلقت اغلق ابوابها وتم طرد التلاميذ اللي راهم اليوم عندهم تقريبا 4 جور ما قراوش من وقيلة لندي لندي وي لندي كوا نو لندي هي لندي دونك لندي ما قراوش ميركودي جودي وغدوا فوندولي دونك سما 3 جور هما ما قراوش الولاد فوالا ان شاء الله يدخل الوزير التربيه ويعاود يفتح هذه المدرسه هذه لازم يكونش فيها كما قلت لكم كاين مشاكل بزاف في لي بات هذه المشاكل هذه تولي بول دو ناج ومن بعد تولي حاجه اخرى في عين مليله كاين مشاكل في واحد الليسي في البليده مشاكل في واحد اليونيفرسيتي في وهران مشاكل في اليونيفرسيتي تحملوا مسؤوليتكم يا مسؤولين فوالا اليوم 17 اكتوبر ذكرى مؤلمة على كل حال وين بعض الجزائريين سقطوا في احتجاجات في فرنسا طاحوا بلاسان تقابضوا مع الشرطة وطاحوا بلاسان الله يرحمهم على كل حال انا حاب نقول للمسؤولين تاعنا تاع البلاد يا مسؤولين تاع البلاد راكم تحبوا ولا ما تحبوش تحبوا ولا ما تحبوش كيف كيف اذا تحبوا كاين لا فيغيتي ما تحبوش كاين لا فيغيتي ابقاو اكذبوا على الناس ابقاو فوزيسيي دو كيما قال واحد دو كاشي لا فيغيتي على الشعب الجزائري فو كاشي لا فيغيتي على ولاد الجزائر فو كاشي لا فيغيتي على الناس والناس على بالهم كاملين على بالهم وبهذا الشيء راكم ديروا فيه نتوما تزيدوا تعقدوا في الامور نتاع البلاد وتزيدوا تعقدوا في الامور نتاع البلاد وتزيدوا تعقدوا في الامور نتاع البلاد والشيء اللي ديروه راح يرجع ضد البلاد وماهوش في صالح البلاد ديجا ما عندهاش بزاف واحد العام ولا عامين رئيس فرنسا مسيو كيف اسمه ماكرون كان في لقاء مع دي ستوديون الجزائريين للأسف يا لي زيتوديون الجيريان ما يعرفوش تاريخ بلادهم على جالتكم نتوما على جالت الكذب اللي تكذبوا عليهم في ليستواغ نتاع الجزائر نتاع الجزائر علاش باسكو واحد من لي زيتوديون تكلم كيف اسمه هذا ماكرون قال له نتوما احتليتونا جيبتوا العسكر نتاعكم ودخلتوا علينا اذا ضحك مسيو ماكرون وجاوبوا قال له احنا ما احتليناكمش قالوا نو قالوا احتليناكم قالوا كيفاش ما احتليونا كيما ما جيتوش 1830 قالوا وي سي لي فرونسي جاوا 1830 وتقابضوا مع الاتراك ودخلوا على الاتراك ما دخلوش عليكم نتوما قالوا نتوما ما كانش عندكم دوله وما كانش الجزائر وما كانش سي نورمال الى ريزون مسيو ماكرون دو دير سا مادامكم نتوما فوزونسيني الاولاد وتقول لهم باللي الجزائر بدات في 54 سبحان الله تقول لهم باللي الجزائر بدات في 54 هذاك هو ملي كنا اليوم دوك عندنا تقريب اكثر من 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 50 سنه ولا اكثر وحنايا ديما نجبدوا الا على 54 ودرنا نطلع وخرجنا فرنسا وتحيا الجزائر ومليون شهيد وما نعرف واش ومليون رص وكذا 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 دوختوا لنا رسالنا بهذه الهضره نتاعكم دوختوا لنا رسالنا دوبوي 62 وحنايا غير الهضره غير على جالت فرنسا هذا ما كان اون ديري الجزائر الاخر كيف اسمه بدينا الا 1954 وهذه الغلطه وهذه هي الغلطة نتاعنا الكبيرة اللي لازمكم يا مسؤولين فو كوريجي ليستواغ حبيتو ولا كرهتو سي فو كوريجي با ليستواغ الجزائر راح تزول انا نقول لكم شوفوا مليح على هالفيديو هذه لو كان ما تروحوش
ترجعوا للاصل والرجوع للاصل فضيله، حبيتوا ولا كرهتوا. اللي يقول اخويا انا مانيش امازيغي ولا احنا ما نستعرفوش لا من يروح لبلادو، هذا نقولوها للناس الكل. اللي يقول احنا ماناش امازيغ يروح لبلادو، هذا ما كان. ولا نروحوا احنا وحده منهم الامازيغ، اذا الامازيغ ما همش بلادهم الجزائر نخرجوا منها. احنا انا غدوه من انا غدوه بعد غدوه لو كان يقولوا لي في الاونو انت يا سي امازيغي شوي، هل الجزائر ماهيش بلادك، انت جيت من بلغاريا ولا جيت من اسرائيل ولا جيت من انا نهز لافاليز تاعي وحدها، نهز فيها الا حوايجي بيرسونيل ونخلي كلش ونروح. دوكا وحده منهم او فو كوريجي ليستواغ، واحد ما قال لواحد او راح نديروا مشاكل البلاد، راحين نديروا مشاكل البلاد وانتوما سبيب المشاكل اللي صايره البلاد. كيفاش هي من هك يا منكر؟ ملي زادت الدنيا والدين من 62 وروح انا طفل صغير ما زلت مع بيبي، وحنايا هاي 17 اكتوبر، هاي 18 فيفري، هاي ما نعرف واش هو 5 جويليا، هاو 1 نوفمبر، هاو ما نعرف واش. وكل خطره وكل خطره خساره الدراهم بولين ديتو، خساره الدراهم بولين ديتو. كل نهار عيد، اليوم عيد غدوه عيد غير غدوه عيد، اليوم عيد غدوه غدوه عيد. اليوم نهار كامل ما كان حتى واحد ما خدم اليوم، بيرسون. المسؤولين كامل من برا يضربوا في القطوات ويضربوا في الشيكولا ويضربوا في المناض ويضربوا منها من صوارد الشعب. صافا بزايد، ها بزايد، او ما نديروها شاك ديزون، شاك ديزون نديروا ذكرى نتاع 17 اكتوبر ولا نتاع 28 فبراير. ونبقاو ديما حنايا غير زغرتات، نبقاو عايشين على الماضي، والماضي والماضي الحقيقي عمركم ما تذكروه، الماضي الحقيقي نتاعنا عمركم ما تذكروه. نعم نقولها ونعاودها، اليوم ماكرون ما كانش يقول الكلمه هذه لو كان جبتوا له نتوما تاريخ قد قد نتاع الجزائر، ما كانش يقول الكلمه هذه. قولوا اسمع سي محمد، انت تقول لنا احنا اتراك سون دي كولونيزاتور باش نتهموا مليح. نعم جيتوا لقيتوا الاتراك، الاتراك ماهيش بلادهم، سمعت؟ هذه بلاد الامازيغ، سميها الجزائر سميها الجي سميها واش بغيت، بصح هذه ارضنا وارض اجدادنا، واجدادنا هما اللي دفعوا الثمن غالي، من بينهم ماسينيسا ويوغرطا ودهيه واكسل وروح وروح وروح، دفعوا الثمن على جده. علاش هذو اللي ماتوا هذو كلاب ولا واش تحسبوا فيهم انتم؟ هذو هذو ما تجبدوهمش خلاص، انتم ما تجبدوهم تهضروش عليهم خلاص. إبارهم احنا راهم في قلوبنا، ومازلنا حنايا نقولوا باللي ماسينيسا ويوغرطا ودهيا واكسل وغيرهم جدودنا، وهما اللي دفعوا على البلاد، وهما اللي خلاو باش خلاونا اليوم باللي رانا اليوم كما قال واحد نصوم انديبوندون. دونك لازمكم لازمكم يا مسؤولين تعترفوا بحاجه، انكم قصرتوا في حق الامازيغ، قصرتوا في حق الامازيغ. واللي ما عجبوش الحال يقول لك انا عربي يروح لبلاده. احنا ماناش دي راسيست باش نتهموا مليح، محتم علينا نهضروا الهضره هذه. وعجبكم الحال، عجبكم اللي ما عجبوش الحال يضرب راسه للخيط للحيط خلاص. فوالا انتوما كي تجبدوا انتوما نتاعكم انتوما وحنا وسيدكم عقبه وما نعرفوا شي هو، انتوما يعطيكم الصحه راكم دي ناسيوناليست، بصح كي نجبدوا حنايا نتاعنا حنايا تردونا يهود، تردونا ما نعرفوش. ايبا رانا يهود، ايبا رانا يهود وتزوا معاهم. هذا ما كان. وين تعرف انت يا حمالديك انت يا ناس ما عندهم دي ستوار؟ اليوم العرب، العرب لي فري عرب اليوم اللي قاعدين في السعوديه وفي الكويت وفي راهم يستعرفوا، يقول لك هذه الغزوات هذه وهالتمسخير هذا ما كانش على ما عندها حتى علاقه بالاسلام. وغدوه نرجع لكم ونجيب لكم العرب ونجيب لكم يتكلموا. نعم غدوه نجيب لكم واش يتكلموا، خاطرش ربي عمره ما يقول للناس روحوا ذبحوا الناس وقتلوا الناس وديوا الانسان تاعهم واغتصبوا الانسان تاعهم وقال الاسلام. قال هذا ماهوش اسلام، هذا هذا اسلام درتوه انتوما، موش اسلام تاع ربي سبحانه عز وجل. لا احنا الاسلام تاع ربي عز وجل هو لا بي، هو لا بي. عمره ما رب العالمين يقول لكم روحوا، علاش رب العالمين ما يقول لكمش اليوم روحوا؟ هاي امريكا قدامكم وهاي وهاو الروس قدامكم وهاو الناس اللي ما يمنوش ماهمش مسلمين روحوا ادخلوا عليهم درك. علاه ما يقول لكمش؟ ما تنجموش باسكو عندهم النيكليير درك، ولا ربي يخاف من النيكليير، على حسابكم انتوما ربي يخاف من النيكليير. لا يا محمد ربي ما يخاف لا من النيكليير لا من الطيارات نتاع الامريكان لا من الصاروخ تاع الامريكان. ربي يقول كن فيكون، لو كان عينو يقلبها عليهم سافيها على عليها.
ما نخليو ربي ترونكيل، ما عادش تجبدوا لنا ربي قال وغزوه تبدر وغزوه احد، وهذه سافو كونسيرن نتوما سانو كونسيرن با حنا، حنا خاتين، حنا خاتين، حنا الامازيغ كنا في بلادنا، جاونا الناس استعمرونا من اللي جاو من واش يقولوا البنانسيول العرب، من شبه الجزيره العربيه، وبداو يجيو وحاربناهم وحاربوهم جدودنا الفحوله، واللي خلاونا اليوم رانا نسوم انديبوندون. هذه فرنسا سوني كان اون ايتاب، وانتم جبتونا غير على فرنسا فرنسا، والباقي اللي حاربوهم جدودنا واللي علاش ما تهضروش عليهم؟ شكون هذوك؟ شكون هذوك؟ راحين تفاصيلهم من التاريخ؟ ما يتفصلش التاريخ، محال ما يتفصل التاريخ. وين ديروا انتم مشاكل؟ وين ديروا مشاكل البلاد؟ الماك هذا انتم اللي درتوه، نعم الماك هذا سبايبكم انتم، انتم اللي درتوا الماك، الماك ما جاش وحده، انتم اللي درتوا الماك. ومازال لو كان تزيدوا تكملوا كيما هكا راح يكون اكثر من الماك، راح يكون الماك تاع الشاويه، راح يكون الماك نتاع النيبزار، وراح يكون الماك نتاع كل الامازيغ، باش نتفاهموا مليح. انتم اللي درتوا الماك، سينو هذو نتاع الماك هذو قاعدين في بلادهم، واحد ما يطلب يقسم بلاده، اسمح لي، واحد ما يقسم بلاده. مي مادامكم تحقروا في الناس، ومادامكم تقولوا ما تسالوش، وماكمش امازيغ، وما نستعرفوش بيكم، اي بان إلي دو لوغ دغوا، حتى هما يقول لك اخويا قاعد ما نستعرفوش بينا، حتى حنا ما نستعرفوش بيكم. فوالا، دونك شكون هو السبب؟ انتوما. ماناش حنا قاعدين نعيشوا في بلادنا مع الناس كل احبابنا، اللي يحب يعيش معنا كامل مرحبا به، يهودي، عربي، قبطي، واش يكون كامل مرحبا به. بصح التاريخ يبقى هو التاريخ. التاريخ هو التاريخ. انا جو سوي بور اون الجيري بلوريال، فيها الناس كل، فيها الناس كل. بص هذا ما من عند ما يجيش يقول لي لا لجدودك ماهمش مصينيسا ويغرطا والاخرين وكذا، نو مسيو، هذوك هما جدودي الحقيقيين. لا يا اخي، عقبه نتاعكم وهذا منا اللي عجبو الحال يديه لهي على بلادو، هذاك مش تاعنا حنا، اسمح لي، اسمح لي يا اخي، نو لا، واش عقبه يجي يقتل لي في جدادي ولي سيدي، سبحان الله. مي وزاد دي مرض انتوما كي تهضروا الهضره هذه، واحد ما يقبلكم، وي تصوروا التاريخ ولا قولوا لنا انتوما راكم انتوما اللي جيتوا، حنا اللي جينا من بلغاريا وجينا من عارف منين، ودخلتوا علينا، دخلنا عليكم انتوما العرب، وقتلناكم انتوما باسم الدين وباسم الاخر، حنا اللي جينا الامازيغ، قولوا لنا كيما هكا باش نعترفوا. مي نو، اسمحوا لي يا جماعه، اسمحوا لي، الحق يقال، الحق لازم يعلى ولا يعلى عليه، اللي يحب يحب، اللي ما يحبش الله يسهل عليه. حنا ماناش دي راسيست، ما نقولوش للناس روحوا، عمرنا ما حوزنا الناس، او كونتخيغ، نعيشوا مع الناس كل، نعيشوا مع الناس كل بصح ماهوش على ظهورنا، باش نتفاهموا مليح. نعيشوا مع الناس كل، وحبابنا الناس كل، وخيانا الناس كل، والاديان كامله نتاعنا كان حتى مشكل، اديان تاع ربي كل تاعنا. بصح ماهوش على ظهر الامازيغ، وظهر ولاد البلاد، وظهر ولاد الدشرة، وظهر ولاد الدوار. 54 54 درناها حنا، نعم 54 داروها الامازيغ والاولين الشاويه، باش نتفاهموا مليح. انا الدوار نتاعي مترتين على انطلاق كيف اسمه الشرره الاولى، ولا بروميير بال كانت تيري في شعبة الغولة في واش يقولوا في جبال اوراس في خنشله. نعم اسمح لي اخويا، ما تجيش اليوم تدور لينا الاخر وتهضر لي غير على 54 و 17 اكتوبر و 28 نوفمبر وما نعرف واش. لا يا اخويا، عندنا تاريخ حنا، عمركم هزيتوا انتم اون جارب دو فلور وديتوها حطيتوها على فاطمه نسومر؟ عمركم هزيتوا اون جارب دو فلور ورحتوا حطيتوها على الكهنه، على كيف اسمه لا رين تاعنا دهيا؟ عمركم هزيتوا رحتوا لسانت اوغستان؟ عمركم قلتوا؟ عمركم درتوا هذا الشيء هذا كامل؟ كامل ما تحبوش ديروه، دونك ديروه ولا ما ديروهش، حنا ديما رانا نقولوا بلي هذوك هما جدادنا، وهذيك هو التاريخ نتاعنا، وهذيك هو الاصل نتاعنا. وقولوا لنا بلي راكم يهود، نقول لكم رانا يهود، ما كانش مشكل. اذا هذوك يهود، حنا رانا يهود، وهذا ما وحنا ماناش خير من سيدنا ابراهام اللي راكم كل عام تذبحوا الكبش عليه، وحنا ماناش خير من سيدنا موسى مويز، احنا ماناش خير منهم، وماناش خير من كيف اسمها النطق الاخرى لا سانت فيرج ماري، سيدنا مريم اللي تعيطوا لها انتوما، احنا ماناش خير منهم، ماناش خير منهم، باش نتفاهموا مليح. دونك لازم الناس تفهم، لازم الناس تفهم باللي راهو لازم ليستواغ دوا تاتخ كوريجي، دوا تاتخ كوريجي، ولازمنا الناس هادو حتى هما كيما نحتفلوا بروميي نوفمبر، نحتفلوا حتى
بالاعياد نتاع ماسينيسا ونتاع يوغرطه ونتاع دهيه ونتاع اكسل ونتاع منا. علاش هذوك هما؟ واش هما هذوك؟ قولوا لنا عليهم، قولوا لنا قولوا لنا هذوك شكون هما؟ قولوا لنا شكون هما هذوك؟ بلغار هذوك؟ إيبا هما إذا هما بلغار حتى حنا بلغار. إذا هذوك دي كريتيان حتى حنا نسون دي كريتيان. نعم نقولها ونعاودها. إذا هذوك راهم يهود حنا ثاني رانا يهود. وما نخافوش خلاص، ومع واحد ما ينجم يخوفنا، وواحد ما ينجم يجي يزور لنا التاريخ نتاعنا ولا يزور لنا أصلنا. قول لي عليك راك عندك ناسيوناليتي فرونسيز، عندك ناسيوناليتي مع باليش امريكان، عندك ناسيوناليتي واش قولوا لي برك يكونوا عندي 20 ناسيوناليتي، بصح تبقى عندي فرد دم هو دم نتاع الامازيغ ما يتبدلش، محال. بدل لي ناسيوناليتي نتاعي بدلها لي كيما حبيت، ديرني ماريكاني، ديرني واش يقولوا انجليزي، ديرني كندي، ديرني فرنسي، ديرني واش واحد تحب. شوف لو بابي يدير على روحك حتى بروبليم. عندك الدم نتاعي والله ما تقدر تبدله لي. الدم نتاعي دم امازيغ ونبقى امازيغ، وكل من الامازيغ يبقاو امازيغ. ردوا بالكم يا الشويه، راه نقول لكم راهم الناس هادو راهم ما يفهموش. الناس هادو كي ماذا بهم يغطيو لك يدرقوا لك الاخر. كي تقول انت انا امازيغي وانا شوي ما يشتيوش. نعم كي تهضر على الاعلام نتاعك ما يشتيوش، الاعلام نتاع البربر ونتاع الامازيغ ما يشتيوش. طيب يردوك صهيوني. عندك يجيب نتاعهم هما وي هما هما اللي داروا كلش، حنا ما درنا والو، حنا جينا من بلغاريا. اي بان فو ترومبي، اي بيان فو ترومبي، نقولها لكم ونعاودها لكم وما نخافوا حتى من واحد، ونقولوها وديما نقولوها. واذا حنا ما نجمناش يديروها ولادنا، واذا ما يديروهاش ولادنا يديروها ولاد ولادنا. ولازم التاريخ يرجع، ولازم نرجعوا الى الاصل نتاعنا ونرجعوا للاصل الفضيله. نقولكم تبعوا على خير. Bonsoir à toutes et à tous, à demain inchallah.